مرحبا، حياكم الله وسعد الله جميع اوقاتكم. بسم الله بجهز معكم الخبز، سواء تخبزونه في الخبازة او في الفرن. اليوم بسويه ان شاء الله في الخبازة. بسم الله توكلت على الله. عندي هنا نص كوب ماء، نضيف عليه ملعقة خميرة، ملعقة سكر. هذه خطوة اختيارية بس عشان تتأكدون ان الخميرة سليمة، لكن انا بالعادة احطها كلها مرة واحدة وتضبط، بس عشان تتأكدون خميرتكم سليمة ومفعولها جيد تسوون الحركة هذه، تخلونها شوي كذا 5 دقائق. عندي هنا تقريبا 4 أكواب طحين، أنا خلطته بر وأبيض، ملعقتين كبيرة زبادي نحط عليهم وملح، ننتظر الخميرة شوي بعدين نضيف عليهم نص الكوب مع الخميرة، وهنا كوب ماء، يعني 4 أكواب لها كوب ونص ماء. نعجنها ونريحها تقريبا نص ساعة إلى ساعة، بعدين تخبزونها سواء في بسم الله نرجع الخميرة، خلاص شايفينها، نضيفها مع كوب كامل، هذا كوب، يعني كوب ونص. حاضر العجان، هذه عجينة الخبز، شايفين قوامها كيف، متوسطة إلى لينة شوي. دهنت الزبدية بزيت، بتقلها شوي، نغطيها من نص ساعة إلى ساعة في الجو البارد. بسم الله نرجع لعجينتنا اللي ما بغت تخمر، وما لومها والله في البرد والمطر. نبدأ بسم الله، شوية طحين، تمسحون يدكم شوي زيت، ونبدأ نكورها بحجم الخبز اللي تبغوا. ونخليها بعد من 10 إلى ربع ساعة. نكمل. سويتها 4 خبزات حجم كبير شوي، لأن الخبازة عندي كبيرة، لو بتحطونها في فرن أو تبون حجم أصغر ممكن تجيكم 5 أو 6 خبزات. بخليها ترتاح تقريبا من 10 إلى ربع ساعة على ما سخن الخباز إن شاء الله، وجهز غراضي ونبدأ بسم الله نخبزها. اليوم إن شاء الله بخبز في الخبازة الكهربائية، شغلت العين العلوية والسفلية مع بعض، بخليها تسخن. سواء أنا عندي الحجم الكبير والحجم الصغير، هذه أكبر حجم، ممكن تخبزونه فيها أو تخبزونه في الفرن زي ما سويت الأسبوع اللي فات، أو تخبزونه في فرن الوذف إذا عندكم، فالخبز يصلح في أي شيء. انتظر بس شوي كذا 10 دقائق وتسخن الحلوة هذه، وإن شاء الله نبدأ نخبز معكم. مجهزين شو تسمونها، مخدة الخبز، أو في القديم كانوا يسمونها الليفة، يسوونها من الليف فعلا، من ليف النخل، ويلبسونها فوطة أو خيشة أو شيء، فهذه متوفرة الحين، تحطين على الخبز وتخبزين أو بيدك عادي. بسم الله نبدأ، افتح العجينة كذا شوي مع الأطراف، بعدين تشيلونها تخبزونها على يديكم، أو تفردونها بالفرادة أو بأي طريقة، ممكن تفردونها على الصاج على طول، بس العجينة مرة حلوة ولينة وتمشي معكم. نحطها على الليفة ولا المخدة،
شاء الله على صوت المطر ما شاء الله. نشوف خبزتنا ما شاء الله. تبينها بعد شوي؟ الخبازة حلوة لكنها الفرن أسرع منها، الفرن أسرع من الخبازة لكن نتيجتها حلوة. وهذه خبزتنا ما شاء الله تبارك الله جميلة جدا. هذه خبزة تميسة كبيرة، كبرتها لأن هذه كبيرة ما شاء الله تبارك الله. شوف خبزتنا ما شاء الله تبارك الله، أحلى خبزة في خبازة. شوف خبزتنا ما شاء الله تبارك الله. خبز التميس ما شاء الله. التميس ننتظر آخر خبزة خلص ما شاء الله. هذه خبزاتنا ما شاء الله تبارك الله. الله الصوت. نشوف آخر خبزة. يقولون التالي نضرب أغالي. هذه تحمرت. خلصنا والله الحمد. وهذه خبزاتنا معكم بالخبازة ما شاء الله تبارك الله، حلوة بس والله الفرن أسرع من هالفرن، لكن اللي يبي يخبز فيها مرة حلوة إن شاء الله. يعني خبزي اليوم كبير، ظني ما تستوعبه الحافظة.